مرحبا أصدقائنا متابعي قناة التعلم علوم وتكنولوجيا في فيديو جديد. أصدقائنا، سنتطرق اليوم إلى عملية الآلة الزراعية التي لم ترها من قبل لدى الفلاحين. هذه الآلة معروفة جدا، إنها آلة تأخذ الحطب وتخرج لنا بالة من التبن، لكن ما هو ليس معروف هي هذه الإضافة الجميلة. عوض أن تضع لنا كل بالة من التبن لوحدها، تضع 8 بالات أو 6 بالات في نفس الوقت أو أكثر من ذلك، توفر لنا الوقت والجهد للعمال يا أصدقائي. والآن دعونا نشد رحالنا إلى هذه الغابة. هل هذا جرار أم ديناصور؟ هل يفسح الطريق أم يتوغل لحريق؟ لست أدري، لكنه يأكل في طريقي الأخضر والأخضر. والآن أصدقائنا الكرام، سننتقل إلى هذا الوحش الكبير. عملية رائعة جدا بفضل هذه الآلة الكبيرة. كل هذه البقايا ستمر هنا داخل هذا الوحش لتخرج هكذا، ركام في ركام يا أصدقائنا. سيستفيدون من هذا الركام كعلف أو كأسمدة في قادم الأيام. أما الآن يا أصدقائي، سننتقل إلى عالم آخر، وهو عالم تقطيع هذه الجذوع الكبيرة. لا داعي للثعب عن طريق تلك الفؤوس الكبيرة، فهذا الفأس الهيدروليكي يقطع كل جذع مهما كان ضخما. شاهد. أما هذا الديناصور الساحق الماحق، إنه يأكل هذه البقايا من الأشجار ويخرجها كأنها غبار. شاهد كيف يأكل كل شيء، إنه حقا قوي. الآن دعونا ننتقل إلى عالم زراعة البصل أو حصاد البصل. إنها عملية رائعة جدا. يقوم هذا الجرار بفضل هذه الآلة بإزالة أوراق البصل، وبعد ذلك بإخراج البصل من الأرض. ويأتي جرار آخر بهذه الآلة الغريبة لإزالة البصل ووضعه في جانب. دعونا ننتقل الآن إلى هذه الآلة العجيبة والغريبة. إنها آلة قطف التوت البري. رائعة جدا وذكية في نفس الوقت. يا لها من عملية رائعة وجميلة. أحسنتم. بعد امتلاء هذه الصناديق، يقومون بتغييرها أو ملء سهريج كبير يكون بجانبهم مثل هذا. هذا جرار غريب جدا، لم أتعود على جرار مثل هذا في حياتي. يقوم بإزالة كل الأعشاب وكذلك بحفر الأرض، يرجع الأرض بهذا الشكل. وهذا جرار آخر لديه 2 من هذه الحفارات.
وبداية بهذا الخرطوم أو الشفاطة الكبيرة. شاهد كيف يقومون بشفط هذه الأشياء داخل هذه الآلة بكل سهولة. بعد ذلك تقوم هذه الآلة بفرز الأوراق عن الحبوب أو الثمار، ويقومون بملء أكياس من هذه الثمار. ما هذا الشيء الغريب؟ هل هذه عملية تنظيف أم تقطيع أم تقليم أم ماذا؟ لست أدري، والثلوج في كل مكان. هل ينمو شيء يا أصدقائي في هذا الثلج؟ لست أدري. أخبرونا برأيكم في التعليقات، ما هذه العملية؟ أما الآن يا أصدقائي، هذا عالم البطاطس. هل شاهدتم بطاطس مثل كرة القدم؟ شاهدوا واستمتعوا. ما يفعله هذا الشخص هو إزالة البلاستيك الذي زرعت فيه هذه البطاطس، وها هي بطاطسنا أصبحت جاهزة للتعبئة. دعونا الآن ننتقل إلى مزرعة الملفوف وبدون خوف. شاهد كيف تتم عملية قطف الملفوف بكل سهولة، وذلك عن طريق الضغط. تضغط هذه الأحزمة المطاطية شجرة الملفوف أو نبتة الملفوف وتقوم بجرها إلى الأعلى. يقوم العمال في الأعلى بتنقيتها من الزوائد والشوائب وملء صناديق معدنية. دعونا ننتقل إلى وحشنا الكبير هذا. هل هي عملية حصادة هذه الذرة؟ أظن ذلك. الذرة من الأشياء المفيدة للإنسان وكذلك للحيوان. إذا أكلناها هكذا أو مشوية أو مسلوقة ستكون لنا فائدة كثيرة في جسمنا، وكذلك إذا أعطيناها للحيوانات وهي مطحونة سيستفيد منها الكثير. لكن بفضل هذه الآلة أصبحت عملية الحصاد لعديد الفواكه سهلة جدا. هذا أسانسير أو مصعد لهذه البطيخات. اشتغل وأنت مرتاح البال أيها الصديق الرائع. يقوم بجعل هذه الأغصان في نفس الاتجاه، إنها نبتات العنب. أما الآن سننتقل إلى عالم آخر، وهو عالم التوت. شاهد هذا التوت البري، يسمونه توتا بريا ويسمى بالإنجليزية بالبلوبريز. إنه ذو كفاءة عالية بفضل قطف هذه الآلة له. شاهدوا واستمتعوا واسترخوا، فهذه آلة حصاد وليست آلة حلاقة. شاهدوا كيف تزيل لنا نبتات عباد الشمس بكل سهولة وسلاسة. أحببتها للمرة الأولى وقلبي الصغير لا يتحمل هذا المشهد. هل هذه الآلة من المستقبل؟ لا أظن ذلك، إنها آلة تشديب هذه النباتات. رائعة جدا وسلسة. هل هو الشاي؟ لا أظن ذلك، قد يكون الشاي الأخضر.
أصدقائي نترككم مع بقية الفيديو، نقول لكم فرجة ممتعة ونلتقي غدا في فيديو جديد. إلى اللقاء.